ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إحنا السنة كلها ما فيهاش غير ليلة واحدة بس اللي هي ليلة القدر. وأجمل 10 أيام في السنة كلهم هيبدأوا من الليالي. من الليالي أفضل 10 ليالي من الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يجتهد يحيي الليل ويوقظ أهله ويجد ويشد مئزره. وكان في العشر الأواخر من رمضان أجود الناس، وكان أجود ما يقوم حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل عام مرة إلا العام الذي قبض فيه فدرسه مرتين. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح المرسلة، أجود بالريح المرسلة حين يلقاه جبريل الأمين. فلو طرحت صدقة في ليلة القدر وربنا يديها منك يبقى ليلة القدر كده أنت أقمت ليلة القدر. تخيل دي فجأة. فسبحان الله ليلة القدر دي ربنا سبحانه وتعالى بيقدر فيها الأرزاق وفيها يبدي الأمور ولا يبتديها، ويعلم الملائكة الكتبة بما قضاه للعباد طيلة العام المقبل. ربنا بيكشف للملائكة أعمال العباد يكتبوها كلها العام اللي جاي، بيكتبوا لك كل شيء، بيتخذ من اللوح من مكانك. وربنا سبحانه وتعالى يملي للملائكة أعمال العباد أعمالنا كلها ويطلع الملائكة عليها في هذه الليلة، لأنها الليلة التي بدأ فيها بإنزال القرآن، ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هو القرآن العظيم بدأ إنزال القرآن في هذه الليلة. طب ليلة القدر دي أي ليلة؟ ليلة القدر. واحد يقول ليلة دي طيب، إحنا كلنا بنقول ليلة 27، نيجي ليلة 27 نلاقي الجامع مليان، هم مش عارفين إن أنا ممكن أتكلم كام كده، سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت يقول وجدت نفسي في صبيحتها اسجد بين ماء وطين. الليله دي لقيت نفسي بسجد بين ماء وطين. فقال الصحابه راينا اثر الطين والماء على ارنبه انفه صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته ليله 21. يعني الليله دي كده ليله 21 زي الليله، يعني ممكن تكون الليلة. وقال الصحابة أيضا وكل هذا رواه السيدة عائشة رضي الله عنها، رأينا أثر الماء والطين على أنف رسول الله وجبهته ليلة 23. يبقى ليلة 23 تكون ليلة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها ليلة 9 و7 و5. يعني إذا بقي من الشهر 9 أيام يبقى ليلة 22، لو بقي من الشهر 7 أيام يبقى ليلة 24، لو بقي من الشهر 5 تبقى ليلة 26، يبقى ممكن تيجي في الليالي دي كلها. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في 7 الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها ليلة 27. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. لذلك ربنا خبى الليلة دي في العشر الليالي دي عشان نجتهد في الليالي دي كلها، مش عشان نيجي في العشر نبقى أول 3 أو 4 أيام من رمضان الجامع مليان، وبعد ما نيجي في المهم كله الجامع ما يبقاش مليان. ده أهم 10 ليالي في السنة. يجب علينا إن إحنا كلنا ننسى اللي وراه واللي قدامنا، لأن ليلة القدر دي أفضل من 83 سنة وأربع شهور. الناس بتقول لك بتساوي 83 سنة، لا، ربنا قال خير، قال خير من 1000 شهر. يعني أفضل من اللي في دماغك، يعني اللي أنت بتفكره ده اللي عند ربنا أفضل من كده بكتير خالص. ده ربنا بيضاعف لمن يشاء،
ان ربنا اداها الخيريه، فخير من الف شهر يعني لا يعلم قدرها وقيمتها الا الله. فعاوزين نجتهد في العشر الاواخر دي على قد ما نقدر. زي ما قال فضيلة الشيخ عندي رسالات تهاجم الليالي بتبدا من الساعه 12. يعني معنى ذلك انها ساعه وفي نص الليل، وربنا بيتنزل الى السماء الدنيا في هذا الوقت اذا بقي الثلث الاخر من الليل. ربنا بيتنزل فيه والليل بيتحسب من اول اذان المغرب، بتبدا الليل بتاعك اول اذان المغرب وبينتهي الليل عند اذان الفجر. ده الليل بتاعك، هو الليل اللي بيقول عليه ربنا اذان المغرب بيبدا الليل. طلع الفجر راح خلص الليل، فتلت الليل الاخير هو ده بتاع صلاه التهجد، وما بيطوروش الا كلهم ثمان ركعات بيشافوا المغرب بعدين وخلاص. فلعل وعسى في الساعه دي ربنا يكرمنا فيها، في الساعه دي بس بكل انت القدر الليالي بكره بعد في اي ليله من العشره ربنا يمنحنا هذه البركه العظيمه. فحاولوا ان انتوا تجتهدوا في العشره دول وتصلوا القيام كامل وتصلوا التهجد وتعملوا كل الاعمال الخيريه اللي تدل على ان احنا مسلمين. سواء عملتوها مع مسلمين في الاعمال الخير او مع مسيحيين. المسيحي برضه يعمل له عمل خير، ما هو برضه بني ادم زيك. المسلم يعمل معاه عمل خير. كلنا عايشين في بوضاخه واحده، وكلنا لحمه واحده، وكلنا ايد واحده. سواء مسلم او مسيحي، الكل اسمه بني ادم، والكل لازم يقف على بعضيه. لان احنا كلنا نسيج واحد. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يكتبنا من الفائزين في ليله القدر، وصلى الله على سيدنا محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكونوا الى صلاتكم.